سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل إرسال كود تيليجرام إلى البريد الإلكتروني. نقوم بضغط هنا على ضبط الإعدادات، بعدها سوف نقوم بضغط هنا على تطبيقات، من ثم سوف نقوم بضغط هنا على تطبيق تيليجرام، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مسح التخزين مؤقت، من ثم سوف نقوم بإيقاف إعادة تشغيل الواي فاي خاص بكم، بعدها سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل. هنا سوف نقوم بالبحث عن تطبيق تيليجرام، سوف يظهرنا على هذا الشكل، وعندما تجدون هنا تحديث قم بضغط عليه وسيتم تحديث تطبيقكم تيليجرام. هكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة، ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم فيديو